هاي يا حلوين، اليوم الفيديو رح يكون روتين النظافة الشخصية الخاص فيي، سو إذا حبيتوا الفكرة keep on watching، وأكيد ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب للشانل تبعي، وخلينا نبلش. أول خطوة بنظافة الشخصية هي إزالة الشعر الزايد، سو عم بستعمل الواكس، مش دايما بستعمل واكس، حسب أوقات بستعمل شفرة أوقات بستعمل واكس. صراحة بالصيف عم بحب الواكس أكتر لأنه نتيجته بتبقى من أسبوعين لثلاث أسابيع، سو مشان هيك عم بعمل واكس للإجرين، ومثل ما شايفين إني عم بشتغل بالواكس مع نمو الشعرة، وبحط الشقفة أو هيدا الورقة تبع الواكس وبشيل عكس نمو الشعرة. اللي عم بحبه أكتر بالواكس إنه الشعر ما عم بيطلع بنفس الغزارة، عم بيطلع شعر مفرق وكتير ناعم، وعن جد يعني كان فيي أنا ما أعمل واكس وما يبين هالقد الشعر كتير قليل، سو هذا الشي كتير مبسوطة فيه خصوصي بالصيف. برجع بستعمل بيبي اويل، فيكن تستعملوا الزيت اللي بدكن اياه، بس هيدي الخطوة كتير ضرورية كرمال اذا باقي شوية واكس على الاجرين ما يدبقوا ويلزقوا وين ما كان. هلا رح ننتقل لتحت الباط. مثل ما شايفين انا ما عندي شعر تحت باطي، والسبب هو اني بعملهم بالشفرة، بس بحب اني ارجع اعملهم بالواكس كرمال تروح البيجمنتيشن او السواد اللي بيكون موجود من ورا الشفرة بيروح مع الواكس. ولاحظوا شو رح بيصير فيي هلأ جايز، شلتها بطريقة غلط وزرقت حالي كتير كتير بتوجع. سو رجعت حطيت زيت وعرفت انه خلاص رح تزرق وما في اعمل شي. رح ننتقل لإزالة الميك اب. عم بستعمل باتر كلينزر من ويشفول، كل البرودكتس رح تكون موجودة بالدسكريبشن بوكس، بس بيزيكلي هي مثل كأنه زيت بتدوي بالميك اب عن الوجه. فيكن تستعملوا زيت جوز الهند أو حيلا زيت انتو بتحبوا انه تستعملوه، وبركز أكتر شي على منطقة العيون والماسكارا، وبرجع بغسل وجهي بالغسول اللي أنا معودة عليه كرمال شيل كل الميك اب وبقية الزيت الموجودة على الوجه. بنشف وجهي بطريقة للطبطب على كل الوجه. وهلا رح ننتقل للشعر والجسم. أول شي بعمله هو إني ببلش بالشعر، ببلش شعري بالمي كتير منيح، وخصوصا إنه أنا شعري عبي، وبستعمل شامبو. الشامبو اللي بستعمله من لوريال باريس الفيف يلي هو بيجي فيه كيراتين كتير كتير منيح للشعر، أنا عادة عم بستعمله لهذا الشامبو. سو بحمم شعري كتير منيح، برجع بستعمل هيدا الأداة يلي هي بتعمل صنفرة لفروة الراس وبتمشي الدم بفروة الراس، وغير انه بتنظف وبتشيل الدهون والجلد الميت الموجود على فروة الراس كتير كتير منيحة. برجع بشطف شعري بالمي وبشيل الشامبو كتير منيح، وعلى حسب قدي بحاجة شعرنا بنرجع بنغسله مرة تانية. هلا رح انتقل للكونديشنر كمان من نفس الكولكشن يلي هي الفيف من لوريال باريس. بحط الكونديشنر على طرف الشعر وبرجع بمشط شعري. اول شي كرمال وزع الكونديشنر بطريقة متساوية على كل الشعر، وتاني شي كرمال اتخلص من كل العرقيل اللي بتكون موجودة بالشعر. في شغلة أنا بفضلها حسب أنتو كيف بتحبوا، بس أنا بفضل إني شيل الكونديشنر وشطف شعري قبل ما بلش بجسمي، لأنه بكل بساطة ما بحب إحساس الكونديشنر على الجسم. وهلا رح ننتقل لشيا باتر بودي سكراب أو صنفرة للجسم من الشيا باتر. ريحته كتير حلوة وكتير رقيق على الجسم، جنتل، والسكراب تبعه منه كتير قوي، وخصوصا انه بعدني عاملة واكس للجسم سو ما بدي اعمل دامج كتير كبير بالبشرة. ريحته كتير حلوة بس للأسف انه ما بيضاين كتير الريحة على الجسم. بعمل سكراب لكل الجسم، وكتير بحب اني اعمل سكراب كل مرة بتحمم لانه البشرة بتصير كتير كتير ناعمة.
وبركز أكيد على الإجرين، كعب الإجرين وبين الأصابع. وبالمي برجع بشيل البودي سكراب عن كل الجسم، وبنتقل للبودي واش. جايز هذا البودي واش ريحته كتير كتير حلوة، رح حط لكم اسمه بالديسكريبشن بوكس، كتير ضروري انه تجربوه. وبستعمل هيدي اللوفة كرمال اعمل سكراب لكل الجسم، بحسها كتير كتير منيحة، منا كتير قاسية ومنا كتير رقيقة. وبركز اكتر شي على المناطق اللي عادة نحنا ما بننتبه لها، مثل الرقبة من ورا، ورا الدينين، كعب الاجرين، تحت الباط. أكيد برجع بقطع بالماء على كل الجسم كرمال اتخلص من الصابون نهائيا. وبس خلص الدوش دغري بنتقل للبودي لوشن او ترطيب الجسم. بحط من المرطب على كل الجسم، ويمكن تلاحظوا انه الكمية كبيرة، بس دقيقتين والجسم دغري رح يشرب كل اللوشن عنه. وهلأ صار وقت نعتني بالإجرين. عم بستعمل المبرد الحديد اللي انتو شايفينه. جايز هيدا المبرد كتير كتير منيح، وانا كتير بحب ان اهتم بكعب الإجرين، واكره علي شوف بنت كعب إجريا منه مرتب. سو اهتموا فيه لانه كتير بيعبر عن النظافة والأنوثة. سو بحف كعب الإجرين كتير منيح، وشوفوا شو عم بيطلع من كعب إجريا، مع انه انا مرة بالاسبوع بعمل هيدا الحركة، بس بالصيف كعب الإجرين كتير بنشف. برجع بستعمل من بيزلاين هيدا الكريم الخصوصي للإجرين، وإذا حابين أنه تحصلوا على نتيجة أحسن من هيدا الكريم بتحطوا بالليل، بتلبسوا كالسات أو جوارب وبتناموا. وهلأ رح ننتقل للكاتيكل اويل او لزيت اللحمية. بستعمل من هيدا الزيت على ضفير اجري وايدي، لانه بخليلي ضفيري كتير مبينين مرتبين لاطول فترة ممكنة. بحط نفس الشي على ضفير الايدين، وبدلكون كرمال مشي الدورة الدموية بالضفير، هذا شي كتير صحي وبيبينه كتير ناعمين. هلأ رح ننتقل ل عناية بالوجه. اول شي بعمله هو انا باخد وايبس خصوصي للوجه، وبتأكد انه ما في بقايا ميك اب على الوجه او بقايا ماسكارا. وبنتقل للماسك. بحب كتير انا استعمل شيت ماسك، لانه كتير كتير بسرعة بستعملهم، وكتير افوردبل، سعرهم كتير منيح. سو بحط شيت ماسك تحت العين، وبرجع بحط شيت ماسك على كل الوجه، وبترك هذا الماسك على وجهي لمدة 15 دقيقة مش أكتر. وعم فرجيكم always daily liners. هول اللاينرز بستعملهم كل يوم لأنه بيمتصوا الإفرازات اللي جسم البنت بيفرزها، وبيخلوا الريحة كتير حلوة. من بعد ما يخلصوا 15 دقيقة بشيل الماسك عن الوجه، والوجه كتير كتير مرطب والإحساس كتير حلو. وهلأ رح فرش سناني قبل ما حط ولا أي برودكت على الوجه، لأنه رح أرجع غسل تمي والبرودكتس اللي حطيتهم رح يروحوا. وفي شغلة أنا بحب أعملها، هو أني مش بس فرش سناني، فرش لساني وخدودي من جوا كرمال اتخلص من الريحة الكريهة 100%. من بعد ما خلصت صار فيي حط باقي البرودكت على الوجه، مثل السيروم. اول شي بحطه هو السيروم على الوجه، بدلك كل الوجه بالسيروم، وبرجع بنتقل للموسترايزر.
نفس الشيء بحط الموسترايزر على كل الوجه. وبما اني نسيت سو رح ارجع استعمل الليسترين بمخمط مبيء. الليسترين كرمال الحافظ على ريحة كتير حلوة للتم وكتير كتير فريش. وهلا رح انتقل للشعر. مش رح اعمل كتير اشياء بالشعر، كل شي رح اعمله هو رح احط سيروم كرمال احميه من التلوث واشعة الشمس، واكيد بحط السيروم بس على طرف الشعر لانه طرف الشعر هو اكتر محل بيكون مضرر بالشعر. بمشط شعري كتير منيح وبرجع بربطه. جايز انا كتير كتير انبسطت بالفيديو اليوم، خبروني انتو شو رأيكم بالكومنتس، واكيد ما تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب، وانا بشوفكم بفيديو جديد. باي.